مرحبا سيد الرئيس. اهلا وسهلا. طارق حمدان من فرانس ميديا موند، فرنسا الدوليه للاعلام، اذاعه مونتي كارلو الدوليه باريس. اسمح لي ان اعود مجدداً عند المقدمه او بدايه هذه الجلسه او الموضوع الذي فتحته عند بدايه هذه الجلسه، موضوع حريه الراي والتعبير وحقوق الانسان. السيد الرئيس، ما هو تعليقكم حول الانتقادات الكثيره الموجهه لملف حقوق الانسان في مصر؟ التقارير الكثيره التي تتحدث عن الاعداد الكبيره لمعتقلين على خلفيه سياسيه، حجب المواقع والصحف، التضييقات على حريه الراي والتعبير او ما يوصف. اول امس عند افتتاح هذا المنتدى ظهر خبر حزين يتحدث عن تجميد عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان، هذه مؤسسة تعمل في مصر منذ 18 عاما. ما هو تعليقكم على كل ذلك؟ شكرا. شكرا. طيب، يعني عايز اقول لك على حاجة. انت مصر يا استاذ طارق على على السؤال دوت، على الموضوع دوت. انا هستفيد من انا قلت طبعا بداية كنت اقصد بيها ان احنا يعني الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناها، لكن انا هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا، الشباب المصري، ولو في حد من الشباب الاخرين مستعد ان هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال اسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما أنا بكلم الشباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهاردة في الكلام اللي بيطلق ده بالأرقام اللي بتتقال ديت ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز أقول لك إيه، أحيانا بيكون البنات اللي بيتم التحصل عليها بنات مش دقيقة. ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كاملة. فبالطريقة دي أتصور هيكون إجابة، مش إجابة بقى إجابتنا كمسؤول، إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتمش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء. لا، مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي أنتوا بتتكلموا عليها دي، الأعداد الكبيرة، القوائم بتاعة الاختفاء القسري، وتعالوا كلامنا عملناه قبل كده، عملناه قبل كده، وكان في لجنة اتشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت، وأي إجراء خاطئ مستعدين إيه؟ نصوبه، لأن إحنا في النهاية أنا عايز أقول لك على حاجة. أوعى تزعل يا طارق، يعني هو أنتوا بتحبوا شعبنا أكتر مننا؟ وانتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا انا وانا بكلم للي بيسمع مش ليك يا طارق. انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مساعدين ساعدونا. البلد دي عايزه تعيش، والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه. عايزين نبقى حكايه احنا كمان، محدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده. وعشان كده قلت اعملوا لجنه وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح. بنحبه ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع متخلفه في كل شيء. عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. عايز ايه؟ حد يقول كده وانا بفهم؟ بقول كده لان دي قضايايا، قضايا ان انا اخد بايدي البلد دي لقدام، مش حاجه تانيه.